الجيش الإسرائيلي. إيران أطلقت 300 طائرة مسيرة، اعترضنا 99% منها. تنديد دولي بالهجوم الإيراني وقلق من توسع الصراع في المنطقة. ضد التصعيد، موقف عربي حازم لدرء حرق المنطقة بعد الهجوم الإيراني. عشان كده تحركات عاجلة جدا من السيد سامح شكر وزير الخارجية، صلاه مع وزير الخارجية الأمريكي، صلاه مع وزير خارجية إيران، صلاه مع وزير الخارجية الإسرائيلي، عشان هنا درء حرق المنطقة. مصر تعرب عن قلقها تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتدعو إلى ضبط النفس. ده الموقف المصري على طول من امبارح. وتريش الأمين العام المتحد، العالم لا يستطيع تحمل نشوب حرب جديدة. ضربة حفظ ماء الوجه، غرائب في الهجوم الإيراني على إسرائيل. إيران، وزير خارجية النهاردة أمير عبد الحين النهاردة في المؤتمر الصحفي قال كده: أبلغنا واشنطن وجيراننا قبل 72 ساعة من الهجوم على إسرائيل. أبلغت واشنطن خلاص، وإسرائيل خلاص، ما هو واشنطن يعني إسرائيل. بايدن، الولايات المتحدة أسقطت تقريبا جميع المسيرات والصواريخ الإيرانية. لا، معها كمان بريطانيا ومعها كمان فرنسا. جانتس، سنبني عضو مجلس الحرب الصهيوني، سنبني تحالفا إقليميا في مواجهة التهديد الإيراني. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لا نسعى لصراع مع إيران. نتنياهو يأمر الوزراء بعدم الإدلاء بتصريحات أو إجراء مقابلات بشأن هجوم إيران. البيت الأبيض، بايدن لا يعتقد أن تداعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل قد تتطور إلى حرب شاملة. جون كيربي، بيت الأبيض، اتحاد السويسري مجلس الأمن البيت الأبيض، أمريكا لن تتسامح مع أي قصف إيراني يستهدف جنودها ومنشآتها، مش هيحصل. بوريل، منسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اجتماع استثنائي لوزراء الاتحاد الأوروبي بعد هجمات إيران ضد إسرائيل. الاجتماع هيكون بعد بكرة، هيكون يوم الثلاثاء. حلف الناتو يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل ويدعو إلى ضبط النفس. سوناك، ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، سلاح الجو الملكي أسقط عددا من الطائرات الإيرانية. الجيش الإسرائيلي، فرنسا ساعدت في صد هجوم إيران. الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتؤكد حق طهران في الدفاع عن نفسها. إعلام عبري، مجلس الحرب يؤيد موقف نتنياهو بشأن رد قوي وموجع على إيران. بيت الأبيض، بايدن يبلغ نتنياهو بعدم دعم أي هجوم تشنه إسرائيل على إيران. الرئيس الإيراني، أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزماً. روسيا تدعو أطراف التصعيد الشرق أوسط إلى ضبط النفس. رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تدعو إيران ووكلائها إلى وقف الهجمات على إسرائيل. على طول المجتمع الدولي كله دخل دعم لإسرائيل ومساندة لإسرائيل بعد ما كان كل دول بيهاجموا إسرائيل أو بينتقدوا إسرائيل أو واخدين موقف من إسرائيل. يعني كانت فون دير لاين وغيرها والأمريكان والأوروبيين وكله كان بيهاجم نتنياهو ومجلس الحرب واللي بيعملوه والإبادة اللي في غزة كله. بقى النهاردة كله إيه؟ مع نتنياهو واتنست غزة للأسف. عشان تعرفوا بس اللي حصل ده تأثيره إيه على الأرض. الأردن، اعتراض أجسام طائرة دخلت المجال الجوي للبلاد لضمان سلامة المواطنين. الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإيراني وتبلغه ضرورة وقف الإساءات ضد مواقف الأردن. وزير الخارجية الأردني، التصعيد الإقليمي يجر المنطقة بأكملها إلى هاوية الحرب.
هو دي المخاوف. بابا الفاتيكان يجب وقف أي أعمال تغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط. ترامب: هجوم إيران على إسرائيل يظهر ضعف الولايات المتحدة في عهد بايدن. الرئيس العراقي يحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة، كله خايف من ده. اتساع مش هيقتصر عليهم بس. إلغاء الرحلات الجوية في العديد من المطارات الإيرانية حتى غد الاثنين. مصر للطيران تعيد تسيير رحلاتها الجوية إلى الأردن والعراق ولبنان بعد تعليقها بالأمس، مع للنتيجة لإغلاق المجالات الجوية في الأردن والعراق ولبنان، وبالتالي تم وقف امبارح طيارات. لما الدول الثلاثة فتحوا مجالاتهم، مصر للطيران على طول رجعت رحلاتها من وإلى. جارديان أهو صح، الهجوم الإيراني صرف انتباه العالم عن سلوك إسرائيل في حربها على غزة. يبقى هجوم إيران خلى العالم كله إيه؟ فين غزة؟ فيش خبر عن غزة، فيش حد بيتكلم عن غزة، فيش حد بيقول الناس اللي بتبات في غزة، فيش حد شايف غزة. خلاص غزة خلاص، ما إيران عملت ده. كانت دعم لغزة؟ لا، عمرها ما كانت دعم لغزة، عمرها ما كانت دعم لغزة، ولا اتكلمت على غزة، ولا اشتغلت على غزة. والناس اللي عمالين يقولوا الحقوا، طب اهو غزة بقالها 6 شهور إبادة، 6 شهور ما طلعتش رصاصة من الأراضي الإيرانية، إنما الميليشيات بتاعتهم والوكلاء بتاعهم. لكن بتكلم على لم تتحرك، ولازم تبقوا شايفين كده. لا إيران اتحركت، ولا قامرت ولم تقامر أو تغامر من أجل غزة. لازم تبقى عارف كده، لازم تبقى عارف كده. تاني بقول للمشاهد الكريم في كل مكان، موضوع الحروب موضوع مش لعبة، مش كلمة سهلة. يعني حضرتك قدامك مثال حي. إيران 7 أكتوبر حصل اللي حصل، مش كده؟ النهارده احنا في كام؟ ابريل، النهارده اهو ابريل. ايران عملت ايه من 7 اكتوبر لحد امبارح؟ ادي النهارده 14 ابريل، امبارح 13 ابريل، 24، داخلين في الشهر السابع. مفيش طلقه، مفيش طياره حتى طلعت من الاراضي الايرانيه. لكن بقى الحوثي يضرب، اللي موجودين في سوريا يضربوا، حزب الله يضرب من لبنان. بتكلم على إيران، إنه دولة تقامر عشان مين؟ كان أقول لك حرب، وين؟ قول لي، سمعني، بكلمك أهو، بديك مثال حي. إيران لم تتحرك على الإطلاق. الناس تطلع تتكلم في الاعلام، لا عايز يتكلم يقول اي كلام يعني. وقت الجد لا. اتحرك امتى؟ لما القنصليه بتاعته اللي هي ارض ايرانيه، مقر بعسد بن وسيدي، ارض دوله، ارض ايرانيه في سوريا في دمشق، فضربت الارض دي اللي هي ضربت القنصليه، يعني تم الاعتداء على السياده الايرانيه في سوريا، وبالتالي اعتداء على الاراضي الايرانيه. في إيران كان لا تعمل ايه؟ هنا بقى ما ينفعش الوكلاء. كان الاول بيخلي حرب بالوكاله، النهارده بقى هو اللي داخل، مش حرب بالوكاله، بقى هو بنفسه يدخل يعمل ده، بس يعمل وهو واخد قرار. ده الصواريخ لسه ما وصلتش، ده اول صواريخ وصلت الساعه كام؟ الساعه 1:30. اول طيارات بداوا يتكلموا 1:30، من الساعة 9:30 لحد 1:30، الحق طيارات، الحق صواريخ، الحق صواريخ. و2:30 بدأ قال لك كروز 2:30، كلم من الساعة 9 بالليل، 1:30 كل ده ماشي، وطول إسرائيل مستنيين، والأمريكان مستنيين، والفرنسيين مستنيين، وكله مستني تيجي اضرب وقع بخ. ده في طيارات إيرانية على الأقصى، على الأقصى قبة صخرة
مسيرات قدامك اهو، صواريخ قدامك، شايف؟ شايف؟ ويتم اسقاطها فين؟ الاقصى المبارك، الاقصى المبارك قدامك. فين بقى؟ بقى النهارده حرب الوكالة أصبحت حرب بالأصالة. هم عملوا كده. فما تخليش حد يفضل يبخ في دماغك كلام غلط. بص التجربة قدامك أهو. من 7 أكتوبر إيران تتحرك عشان تعمل اعتداء على سيادة إيران داخل سوريا. طب إيران حصل لها إيه قبل كده؟ مقاسم سليمان الدار اتقتل، قائد فيلق القدس، مش كده؟ إيران عملت إيه؟ ده أهم شخصية عندهم عسكرية، قاسم سليمان كان بيحرك كل حاجة. اتفقوا مع ترامب، ترامب اللي قال، هوريكم فيديو بعد شوية، قال لك اتصلوا بينا وقالوا بقى هنضرب 18 صاروخ وما خلوا بالكم مفيش إصابات هتحدث، لا تنزعجوا، بس مش احنا اللي هنضرب، لا، وكلائنا في العراق هم اللي هيضربوا. ضربوا قاعدة عين الأسد، قاعدة عين الأسد دي في العراق واللي فيها القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد. فاكرين المشهد ده ولا مش فاكرينه؟ طلعت بقى الصواريخ ضرب ضرب وقال لك الحقوا دمروا المواقع والبتاع. ترامب قال لك أنا كنت قاعد عالم كله مقلوب وأنا الموضوع عندي مفيش حاجة، احنا بس ايه اديناهم عشان انهم ضرب بس مش ايران. لا، نفس اللي حصل، نفس السيناريو. طب ما اتقتل قبل كده مين؟ محمد رضا زاهدي، زاهدي اهو اللي اتقتل من اسبوعين. رضا موسوي قائد الحرس الثوري في سوريا اللي اتقتل في سنه 23. صادق حاج صادق رئيس استخبارات الحرس الثوري اتقتل في سوريا السنه اللي فاتت، السنه دي قبل عده ايام. فانت بتتكلم على ايه؟ في الاخر ايه اللي تم؟ اللي حصل يعني. فناخد بالنا من، ولازم المشهد بتاع امبارح ده يخليك تبقى شايف كويس قوي قوي، وتبقى شايف كويس قوي بلدك مصر وجيشك والقائد الاعلى للقوات المسلحه، تبقى شايف كويس جدا 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 كل يوم تشوف الحكايه دي كويس. العالم كله يبقى عارف كده، والعالم كله عارف كده. امبارح كله لا، واحنا مطمنين. هو انت امبارح حد كان عنده قلق؟ لا طبعا، محدش كان عنده قلق. الحمد لله فضل ربنا وكرمه. عندك جيش قوي وعندك يقظه جاهز اي شيء. محدش يعتدي على سيادتك ابدا. ابدا. ده الارصاد بتحذر لنا تحذير، تبدا الساعات القادمه تحذير من ظاهره جويه تضرب 23 محافظه بينها القاهره. اتكلم على اجواء يعني الطقس و يعني اتربه ورياح وشديده ودرجه حراره خلال الساعات اللي جايه.